بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الأول الذي لا يذول ملكه ولا يتحول، خالق الخلائق وعالم الذرات بالحقائق، مفني الأمم ومحي الرميم ومعيد النعيم ومبيد النقم وكاشف الغمم وصاحب الجود والكرم. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حوادث المحروسة. انتهينا في الحلقة اللي فاتت عن اكتشاف الخرش الباشا، إن كل ما يحدث في مصر كان سبب الرئيسي هو الذكاء الكبير لمحمد علي باشا، ففكر إن هو يتخلص منه، ولكن كان قدامه عقبة، هو الجنود المنتميين لمحمد علي باشا، جنود بتاعته الأرناؤوط الموجودين، زائد جنود أرناؤوط تانيين منتميين لمحمد علي باشا زرعهم محمد علي وسط الجنود الأرناؤوط المنتميين لي أو المنتميين لخرش الباشا. فأصبح أنه حتى لو تخلص من جنود الموجودة مع محمد علي باشا هيكون قدامه عقبة الجنود المختفيين وسط جنوده، فكده هيقدروا يعتلوا كفة الميزان مرة تانية ويحصل انقلاب عليه، وساعتها الأمر هيكون متطور جدا. ولكن تصرف خرش الباشا بذكاء كبير جدا، قرر ان هو بعلاقاته في الأستانة يبعد محمد علي باشا تماما عن مصر، فياخد معاه جنوده لحد ما يصفي الجنود الموجودين وسط جنوده أو الجواسيس الموجودين وسط جنوده، ويبدأ بعد كده يتخلص منه على رواقه. وبالفعل حصل خرش الباشا بالفعل على فرمان في 10 مايو 1805 بتولية محمد علي باشا على جدة. وأمام هذا الفرمان اجتمع رأي المشايخ والقاضي والعامة على إبقاء محمد علي في مصر، وده الضربة القاسمة اللي ما عملش حسابها خرش الباشا، والكارت اللي كان محتفظ به محمد علي باشا في ذلك الوقت وسايبه للنهاية خالص. انه اجتمع رأي المشايخ الأظهر والقاضي والعام، الجبرتي يا جماعة واضح ودقيق جدا في كلامه، اجتمع رأي المشايخ والقاضي والعام، العام يعني الشعب كله، على إبقاء محمد علي في مصر
وتوليته عليها وعزل خورشيد باشا للقضاء على الفوضى التي عمت في البلاد. ثم جاء الفرمان السلطاني بتولية محمد علي باشا على مصر في 13 ربيع ثاني 11 من يوليو من نفس العام اللي هو 1805، ابتداء من 20 ربيع أول أو 18 يونيو 1805. بعد كده نخش على الحياة السياسية وأثرها المعمارية في عهد محمد علي. ممكن نحن نقسم عهد محمد علي باشا السياسية من 1805 لحد 1884 إلى أربع فترات. الفترة من 1805 ل 1811 كانت فترة توطيد حكمه، فترة توطيد نفسه وقدراته داخل مصر وعدم تكرار كافة الأخطاء اللي عملها قبل كده اللي قبليه علشان ما يتكررش ويحصل هو اللي حصل في الفترة اللي فاتت، وده سبب الاستقرار في فترة حكم محمد علي بالكامل. وكان 1811 بالمناسبة لغاية 1819 فترة الحرب الوهابية في شبه الجزيرة العربية، ومن 1820 ل 1841 كانت فترة بناء الدولة والفتوحات الخارجية. نبتدي من الفترة الأولى 1805 ل 1811. كان محمد علي في الفترة دي بعد توليه للحكم رغما عن الدولة العثمانية دي حاطة تحتيها مليون خط، يريد أن يجعل مصر مكانا له، أو بمعنى أصح مملكة ليه ولأولاده من بعده، كما هو في الحال في ولايتي تونس والجزائر في ذلك الوقت. فإنه كان يتمتع برؤية جيدة لمستقبل حكومة كبيرة، لذلك نراه بعد شهر ونصف تقريبا يحضر أولاده. فوصل ولداه إبراهيم وطوسن إلى القاهرة في 2 جماد آخر 1220 هجرية أو 28 أغسطس 1805 ميلادية عشان يعاونوه، وكل واحد يضيف من خبراته وذكائه الكبير في حكم البلاد عشان الاستقرار، وعلشان الناس تكون لما يستخلف أولاده من بعده يكون بالرضا من المشايخ ومن العامة أو الشعب. وفي اليوم التالي ذهب إلى القلعة وأجلس ابنه الأكبر إبراهيم باشا وأطلق له المدافع، ثم جاءت زوجته وابنه إسماعيل وبنتيه في 16 ربيع ثان 1224. أدرك محمد علي عند توليه الحكم في مصر ضرورة وجود سلطة عامة واحدة تتولى زمام الحكم في مصر ولها قوة عسكرية واحدة، وهذا هو اتجاه الدولة العثمانية بعد الفوضى والخراب اللي سببه تعدد فرق العسكر. فوضع أمامه هدفا واحدا وهو السيطرة على أمراء المماليك وإرغمهم على الاستقرار بالقاهرة والجيزة تحت سيطرته الكاملة، وإعداد ما يكفيهم لإعاشتهم سواء بالقوة أو عن طريق المفاوضات. لكن معظمها المفاوضات دي فشلت عدم ثقة المماليك في محمد علي، وكانوا شايفين إن هو ذكي بدرجة كبيرة وإن هو هيمحوهم تماما إذا دولوا الفرصة، وكانوش عاوزين يدولوا فرصة كده. وكان على الجانب الآخر كان محمد علي بعد تجاربه معاهم في أول سنتين من ولايته على يقين من أن القضاء على المماليك هو الحل الوحيد للقضاء على الفوضى ونشر الاستقرار في أنحاء مصر وتثبيت قواعد وإرساء حكمه في مصر. وفي المقابل كانت مؤامرات المماليك أو دفاعهم عن نفسهم واقتناع الإنجليز بالاعتماد عليهم في استقرار مصر، وخوف إنجليز أيضا من معاودة فرنسا الهجوم على مصر، كانت أول أزمة يواجهها محمد علي. الدولة العثمانية مع هي نقله إلى سلونيك على أن يحل محله موسى باشا، فقد كان الصدر الأعظم محمد باشا السلحدار يميل إلى المماليك ويريد استقرار الأوضاع في مصر في نفس الوقت الذي كان فيه غير مقتنع عن محمد علي اللي وصل إلى ولاية مصر رغما عن الدولة العثمانية. طبعا الدولة العثمانية ما صدقت إن هي تمشي محمد علي. الصدر الأعظم للدولة العثمانية قال هو ده اللي ظهر من العسكر وهو ده رجل جاهل متحايل، وتفاوض مع أحد مماليك محمد بيك الألفي على أن تعفو الدولة عنهم مقابل شيء مهم. مقابل إيه؟ مقابل مبلغ من المال، وأن يسددوا مطالب الدولة المتعارف عليها وتولي
الدولة والي جديد. وقال الصدر الأعظم عن المماليك في معرض هذه المفاوضات: وهم لا يسهل بهم إجلاءهم عن أوطانهم وأولادهم وسيادتهم التي ورثوها عن أسلافهم، فتمادى الحال والحروب بينهم وبينه، واحتياج الفريقين إلى جميع العساكر وكثرة النفقات والعلائف والمصاريف فيجمعونها من أي وجه كان، ويؤدي ذلك إلى خراب الإقليم. الأولى والمناسب صرف هذا المتغلب وإخراجه وتولية خلافه. يعني إيه؟ إن الأولى إن إحنا نشر الرجل ده المتغلب، يعني اللي هو جاي غصب عننا، وتولية واحد تاني يكون برضانا وفي نفس الوقت يحقق اللي إحنا عاوزينه. وبالفعل وصل الإسكندرية في 27 يونيو 1806 أسطول عثماني يحمل رسالة إلى محمد بك الألفي تتضمن عفو الدولة العثمانية عن الأمراء المماليك بالكامل بعد تدخل الإنجليز إلى جانبهم. الدولة العثمانية اللي هي نفسها جابت أول والي على مصر بعد طرد الحملة الفرنسية علي باشا، وكان حطت أول مهامهم إن هو يقضي على المماليك بالكامل. دلوقتي بتصالحهم، ودي ألاعيب السياسة تتغير في كل وقت. وفي 10 يوليو فرمان عزل محمد باشا عن ولاية مصر وولايته على سلانيك وولاية موسى باشا على مصر. وفي هذا الوقت كان محمد بك الألفي يجتهد في جمع كلمة الأمراء المماليك للصعيد لجمع المبالغ المتفق عليها من الصدر الأعظم وحفزهم على الدفع، يعني بيحفزهم بأنه قال: والعثمانيون عبيد الدرهم والدنيا، ولكن أمراء المماليك كما كانت عادتهم التي أنهت دولتهم ظلوا كذلك غير واثقين في بعضهم البعض، مش واثقين في بعضهم البعض. أضف إلى ذلك روح الغيرة والحسد من الألفي الذي أبرم هذا الاتفاق وحده. ممكن نعمل ربط ما بين الجملة دي: أمراء المماليك كما كانت عادتهم التي أنهت دولتهم ظلوا كذلك غير واثقين في بعضهم البعض. أضف إلى ذلك روح الغيرة والحسد من الألفي الذي أبرم هذا الاتفاق وحده. أنا بكررها تاني لأني عاوز أربط الجملة دي باللي حصل في 25 يناير وشباب الثورة. عشان كده بنقول قراءة التاريخ من أهم ما يمكن يا سادة. نرجع تاني لعهد محمد علي ونقول إنه بالإضافة إلى سرعة محمد علي كان سريع جدا في المفاوضات مع أمراء الصعيد ليضمن عدم التفافهم مع الألفي، وكان نجاحه ظاهرا في تلك المحاولة. فغضب قبودان باشا قائد الأسطول العثماني المرابط بالإسكندرية على الألفي وقال لرسوله: أنت تضحك على ذقني وذقن الدولة، وقد تحركنا هذه الحركة على ظن أن الجماعة على قلب رجل واحد، وإذا حصل من الممالك للبلدة عصيان ومخالفة ولم يكن فيهم مكافأة لمقاومة ساعدناهم بجيش من النظام الجديد وغيره، حيث أنهم متنافرون ومتحاسدون ومتباغضون. يعني الراجل بيتكلم بيقول: أنت بتضحك عليا وعلى دقن الدولة، أنت بتحركنا في الحركة دي على ظن أن الجماعة كلهم على قلب رجل واحد، يعني مع بعض على قلب رجل واحد وراك، لكن أنهم متنافرون ومتحاسدون ومتباغضون، وصاحبك هذا الألفي لا يكفي في المقاومة وحده ويحتاج إلى كثير المعاونة، وهي لا تكون إلا بكثير المصاريف، يعني تمنها كثير جدا. بدأ محمد علي في نفس الوقت عمل الآلات الحربية والذخيرة وجمع الحدادين بلعب، وأرسل تعزيزات عسكرية إلى دمنهور لمواجهة الألفي. وأظهر محمد علي عصيانه لأوامر الدولة في ذلك كبار قادته، واتفق مع المشايخ أن يرسلوا ردا على الفرمان. ايه هو الرد ده؟ هنسمعه في الحلقة الجاية. شكرا لحسن استماعكم لحوادث المحروسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.